النهارده ضيف حضراتكم السيد سامح الجميع. السيد سامح الجميع ده ضابط قوات مسلحه، شارك في يعني اصيب 3 مرات في العمليات في 67 وفي 69 وفي عمليات بعد كده، وخرج للظروف طبيه. بطل من ابطال الخماس الحديث، دخل عضويه الاتحاد المصري للخماس الحديث، وبعد كده هو في الاتحاد الافريقي نتيجه انشطته، نتيجه ان هو يملك او رجل الاعمال عنده شركه سياحه. فالمهم كان ليه علاقات، ففي داخل الاتحاد الافريقي اصبح سنوات طويله في الاتحاد الافريقي، واحد بيريد 4 لغات، حاجات كثيره جدا مكنته ان هو يجلس على في رئاسه المقعد الاتحاد الافريقي وعضويه الاتحاد الدولي سنين طويله جدا. لما يبقى عندنا حد في هذا المنصب يجب ان نبقى عليه، وفي وقت معين بنبتدي نقول له كدوله نقول له خد سؤالنا بقى حد، فنكتشف ان هو زق في 3 في مناصب دوليه مصريين وعايزين اكتر تاني نعمل حد، لان هكذا الامور في المقاعد الدوليه. واحنا مصر لما بنشوف في المنظمات بتاع الامم المتحده او مجلس الامن او في اي او اليونسكو مش عارف في اي حاجه من المنظمات اي منصب دولي، مصر بتبقى حريصه انها تبقى موجوده، لان دي مصر. مصر النهارده ده حق مصر، ان ده مصر، هي مصر كده. فالنهارده دايما بنسعى لده. هي مسائل اتصالات وحاجات والكلام ده كله، المناصب دي كده هي لا هي شطاره ولا هي فهلوه، لا لا لا، ده بتيجي بثقه، وثقه انك تكتسب ثقه دول افريقيه اللي موجوده الاعضاء تنتخبك سنين مرات ومرات ومرات، حاجه كويسه جدا. نفاجئ بقى دلوقتي ان يطلع حد يقول لك لا 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 خلاص انت مش هرشحك، لان لابد ان هو يترشح من خلال مصر. طب مين اللي هيرشح في الاتحاد المصري؟ الاتحاد المصري للخماس الحديث، مع كل الاحترام للاتحاد المصري والانديه بتاعته، كم نادي اللي بيقرروا هذا الكلام؟ اللي هم اختاروا رئيسه او اختاروا مجلس ادارته، كم نادي في مصر؟ وهل انتوا بقيتوا اوصياء لدرجه ان تاخدوا قرار تقولوا مش هنرشح فلان وهنعمل فلان؟ دخلت الحاجات الشخصيه. والحقيقه اللجنه الاولمبيه والاتحادات في الموضوع ده موضوع يعني شاء رب العالمين، لان انا الظاهر انشغلت بحاجات كتيره وسبت الرياضه، والرياضه ديت يعني هي مقصدي، لان بالرياضه نقدر نعمل كل حاجه، واحنا عندنا للاسف عك كتير في الرياضه المصريه الحقيقه، والرياضه المصريه بعافيه على كل المستويات، بعافيه 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 يعني. عشان كده الملف ده هنفتحه نسمع هسمع حضراتكم حاجات غريبة جدا بتحصل واحنا بنتكلم بعد ثورتين وبعد ما فوقنا والكلام ده كله. انما يبدو ان البعض بيتصور حاجات كتيرة، بتصور ان بعد ثورتين اصل احنا النهارده اي حد في منصبه يبقى فلول يبقى لازم نمشيه. بس افريقيا ما حصلش فيها ثورات وما عندهاش فلول والكلام ده، افريقيا عندها بتثق في ناس. اذا كنت انت النهارده حد طالع النهارده عايز يتكلم يقول النهارده اللي عشان ده قاعد في الاتحاد الافريقي 3 دورات 5 دورات 6 دورات وناجح، والجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي كلها تقريبا كلها بنسبه 95% مرشحاه بخطابات رسميه، وانت بترفض ده؟ انا بحمل السيد وزير الشباب والرياضه مسؤوليه هذا الكلام، وبحمل السيد رئيس اللجنه الاولمبيه مسؤوليه ضياع هذا المنصب من مصر، بقوله من قبل الهنا بسنه. الجمعيه العموميه هتبقى في 24 نوفمبر الانتخابات دي، وعليكم ان تتداركوا الامر قبل وقوعه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. الاول عايز اسال حضرتك قبل كده، انت وحضرتك يعني انت كنت ضابط مدرعات مش كده يا فندم؟ ايوه يا فندم. ودي الاصابه الاولانيه الصابع اللي ضاع نص ده؟ لا دي الاصابه الثانيه يا فندم، كانت رجلك. الاولانيه في رجلك يا فندم؟ ايوه يا فندم. لا الحمد لله على السلامه يعني. في 67 ايوه يا فندم. السلاح صعب المدرعات يا فندم؟ الحقيقه السلاح صعب ومش سهل، و يعني كانوا بيسموه ساعات بقى المقبره المتحركه احيانا. ويمكن كلنا وداننا مش مظبوطه، انا لابس سماعتين على اساس ان طبعا تاثرنا من ضرب المدفعيات، لان احنا يعني لحظنا خدمنا في سيناء اول ما اتخرجنا، وقامت حرب 67 بعد كده حضرناها ثم حروب القناه كلها. انتوا الدفعه بتاع 66؟ احنا 66 يا فندم. ايوه مش 66 حربيه، اللي سنه 66 يعني بالظبط يا فندم. سنه 66 الدفعه رقم 49. فدي طبعا لا شك بتاثر يعني، لكن احنا مش دي ضريبه بندفعها بطيب خاطر وبحب، و 73 كانت بالنسبه لنا داوت جميع جراحنا وبزياده يعني. طب ايه من 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 الحياه العسكريه والقتال والاصابات والكلام ده كله في كرجل الاعمال في السياحه والكلام ده كله، ايه يعني
هو الحقيقه فعلا هو الجيش بيعلم الاول كل بيعلم الالتزام. وانا لاحظت حتى لما سافرت بره انه الموظفين بره تقريبا بيشتغلوا زي الجيش عندنا. احنا بنقول الجيش فيه التزام، لا هو احنا الضبط والرد مطلوب حتى في الحياه العاديه اللي هو مش موجود في الحياه المدنيه للاسف عندنا شويه يعني. لكن الجيش علمني هذا الكلام، علمني ان انا يعني اتعلم كل حاجه. المدرعات بالنسبه لي خلتني لما جيت عملت مراكب سياحيه كان عندي فكره قويه جدا عن الميكانيكا والحاجات دي عشان الدبابات، نفعتني لا شك جدا. اللغة أنا عشان كنت متعلم لغة الحقيقة وأنا في المدرسة الفرنساوي والإنجليزي، ولكن في الجيش تعلمت الروسي وعلمت نفسي بعد كده الإسباني لأنه قريب من الفرنساوي وكان كويس قوي، وشوية تلياني بس ما بحبش أذكر إلا اللي أنا بأتقنه يعني. فلا شك الجيش كان له تأثير قوي جدا في حياتي. إزاي المثابرة، إزاي أشتري مركب كانت أصلا مركب مش جديدة وأفكر إن أنا أعملها وأصنعها وأقف عليها يعني بدأت من هنا يعني. بدأت من هنا فعلا بعد ما خرجت من الجيش على طول. أيوة. وفكرة الإصرار، فكرة الجيش يعني. يعني أنا فاكر أن في حرب الـ 73 الفترة اللي قبليها احنا كل العربيات بتاع الشؤون الإدارية وكلام ده كانت زل وسمعنا العربيات حرب عالمية. صحيح. وازاي حافظنا عليها وازاي ما كانش عندنا الا ديت يعني. صحيح فعلا وطورناها وحافظنا عليها. ولكن برضو من ضمن الحاجات اللي ساعدت الحقيقة ان انا بالصدفة البحتة بعد ما خرجت من القوات المسلحة اشتغلت في شركة سياحة، دي كانت صدفة بحتة يعني. فقالوا لي انت ضابط وعندك قيادة وتمسك مركب. يا ناس انا ما فهمش في السياحة. قال لا انت عندك لغات وعندك والسياحة هنعلمها لك، اما اللي عندك ده ما نعرفش نعلمه لك. فمسكت مركب كانت مركب بالصدفة قديمة جدا، وانا اللي صلحتها وانا اللي عملتها ومشيت الشركة. ثم فكرت طب ما نعمل بقى شغل بنفسي يعني بدل ما انا بقدر اعمل الشغل ده بعد الشركة دي، وكنت شريك معاهم في الشركة دي. وفعلا في الوقت ده ظهرت مركب كانت استراحت رئاسة الجمهورية وبعت في مزاد علني، وانا دخلت هذا المزاد واشتريتها وقدرت ان انا يعني اخليها تبقى مركب سياحيه كويسه جدا محتفظه بالطراز القديم، وكانت من احسن المراكب في النيل في ذلك الوقت يعني. ومشيت. احنا كظباط بنتعلم يا فندم، نعلم نفسنا كل حاجه. حد سعادتك عارف احنا بنتخرج نتعلم على ايد الاول صف ظباط وبعدين احنا بنعلمهم في الجزء العملي يعني. فاحنا الجيش الحقيقه جيش مدرسه، الجيش مدرسه بلا شك، مدرسه الحياه، مدرسه الحياه دي حقيقه. طيب. حضرتك من خلال القوات المسلحه حضرتك كنت فارس وفروسيه والكلام ده كله، ويمكن دي اللي دخلتك الخماسي الحديث. دي حقيقه. انا الخماسي الحديث دي حقيقه. انا الحقيقه كنت مدرعات مش فارس. لا يعني انت انا كنت فروسيه. لا وبعد لا سعادتك كلامك مظبوط. انا بعد فعلا فتره معينه لما انصبت كتير فرحت الى الخياله بتاع القوات المسلحه على ما يعني شوفوا هخرج هقعد بقى. ما انا عندي كميه اصابات فوق ال 75% بتعتبر عجز كلي قادر على الكسب. في القوات المسلحه في حاجه اسمها عجز كلي لا قدر الله عضو باكمله ايد او رجل غير قادر على الكسب. انا عشان انصبت كذا مره في مجموع الاصابات ده بتدي نسبه انما قادر على الكسب يسموها عجز كلي بالظبط. وهناك انا رحت لقيت الفروسيه، انا كنت احب الفروسيه وانا في الكليه الحربيه وكنت شاطر فيها، فاندمجت ونسيت نفسي وخدت بطوله القوات المسلحه 6 سنين. وجابني مدير السلاح هات استنى شويه كمان ولا ايه مبسوط. قلت له والله يا فندم خليني في الفروسيه. وفعلا قعدت لغايه لما سنه 80 او 79 طلع بقى القرار بان انا اخرج غير لائق طبيه، وخيروني الحقيقه اخرج ولا اقعد. انا كانت الحرب خلصت وكان الرئيس انور السادات الله يرحمه عمل اتفاقيه السلام ومفيش حروب تاني، فمش عايزونا في الجيش بقى خلاص كفايه كده حاربنا كفايه. فقررت ان انا اخرج وخرجت واشتغلت بالصدفه في شركه. الاول اشتغلت في وكاله الانباء الفرنسيه عشان الفرنساوي اللي عندي، وبعدين جت صدفه كده اشتغلت في شركه سياحه بمأجره مركب وبتحاول تديرها. من هنا اخذت الخبره يعني وعملت شركه باخ سياحيه. وانا يعني الحمد لله يعني. طيب بالنسبه للرياضه الفروسيه كانت دخلتك على الخماسي الحديث يعني. أكيد. كان ممارسه للخماسي الحديث اكيد يا فندم، لان كان المفهوم وقتها خاطئ. كان الله يرحمه الهام الحسيني كان مقدم وقتها في السلاح بتاع السلاح ده مشهور اخوه، وكان معتقد ان كل اللي بيلعب لعبات اكتر يبقى سهل ان احنا نضمه. ده كان مفهوم خطا خلانا اتاخرنا 10 12 سنه. لكن معلش هو له طبعا طبعا من غيره ما كانش حصل كده. فقال طيب انا هروح لضابط، ضابط بيعرف يضرب نار اكيد، في الجري ده عنده لياقه، في السباحه الضابط لازم يكون بيعرف يعوم، كمان بيركب خيل. ما فاضلش الا شيش، اعلمه شيش. هو كان راجل بتاع شيش. وفعلا خدني انا واحمد الصواف اللي هو احمد الصواف كان من الشرطه. كنا اول اثنين يا فندم بدانا هذا الخماسي الحديث سنه 75. لما اتعمل اول اتحاد، اول اتحاد وكمان يعني انشئ سنه، قصدي اتنشر رسمي يعني سنه 76، اشهر سنه 76. وبدانا نشترك واشتركت في بطوله حاجه اسمها كوبا لاتينا او الكاس الدولاتينيه اكبر من بطوله العالم. كان الكلام ده سنه 76.
انا كان سني كبير في ذاك الوقت، ولذلك انا لعبت لغايه لما بقى سني تقريبا 34 سنه، وكنت من اكبر اللاعبين يعني، وضم علينا بعد كده. لما كانت الفكره انكم بتعملوا فرقه او بتنشروا لعبه، بالزبط. كانت الفكره نشر اللعبه اكتر منها اي حاجه. بالظبط يا فندم. وفي ذاك الوقت كانت بقى لسه في اتحاد افريقي، ما كانش، وانشاه المرحوم برضو الهام الحسيني، ثم ربنا افتكره في نفس السنه سنه 1993، فالكل قال سامح هو احسن واحد يمسك الاتحاد الافريقي، ومسكت الاتحاد الافريقي من سنه 93. وبدات بدولتين فقط، مصر وجنوب افريقيا، اللي هو كان منافسنا التقليدي اللي بدا قبلينا. هذه اللعبه لانها لعبه غاليه شويه ومكلفه، واللعبه الافريقيه الدول الافريقيه ضعيفه شويه، ما كانش من السهل انها تمارسها. انا ورئيس الاتحاد الدولي دكتور كلاوس شولمان اللي جه في نفس السنه معايا الحقيقه مع الاتحاد الدولي، بدأنا نطور في هذه اللعبة بحيث تبقى ممكن أفريقيا تلعبها. طبعا كان الأول الجيش والبوليس هم اللي لازم يمسكوها، عشان فيها رماية وذخيرة وضرب نار والخيل. والخيل بالظبط كده يا فندم. بعد كده بدأنا نطور، خليناها بقى بدل الرصاص تبقى رش، ثم دلوقتي ليزر، عشان يقدروا الولاد الصغيرين يلعبوها من سن صغير، ما يستناش لما يبقى عنده 18 سنه فيكره اللعبه. اتعمل تطورات كتيره قوي الحقيقه، انا ورئيس الاتحاد الدولي اشتركنا فيها، وناس تانيين طبعا معانا، مجلس اداره الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. ومنذ ذلك الوقت قدرت ان انا اضم 10 دول افريقيه من دولتين يا فندم، اللي هو للاسف رئيس الاتحاد المصري بيقول ان انا ايه اللي عملته في افريقيا ولا حاجه. مع ان نمشي بس يعني بقى النهارده 10 دول افريقيه، احنا دلوقتي 10 دول، منها 9 دول افريقيه فعلا، منها 6 دول اشتركت في كاس عالم فعلا. اشتركوا يعني بقى عندها لعبه ومستواهم عالي والكلام ده. بالظبط. الحاجه برضو عايز اوضحها لسعادتك، كان عشان نعمل كواليفيكيشن او اللي هو ازاي مين اللي هيمثل افريقيا في الاولمبياد، كنا دولتين فيبقى لقاء ودي ما ينفعش، فكنا نضطر، كان الله يرحمه اللي هو رضا كان ماسك الاتحاد، الله يمسيه بالخير قصدي يديله صحة، ماسك الاتحاد المصري، فكنا نعمل بطوله دوليه بسيطه قوي كده عشان نقدر نطلع منها نتيجه اكتر من دولتين. النهارده مصر بتقيم الحمد لله بطولات كاس عالم، واخيرا عملنا بطوله برضو بطوله عالم في مصر، وبيخرج منها الدول الافريقيه، والدول الافريقيه عملت كمان في الدول الافريقيه بطولات برضو مؤهله للاولمبياد بتاع الشباب في كوت ديفوار وفي جنوب افريقيا. فالحمد لله. طيب احنا الانتخابات الاتحاد الافريقي امتى يا فندم بقى الموضوع؟ اول كل انتخابات الاتحاد الافريقي يا فندم، هو في الاول لازم نفتح الترشيح. حسب لا هي امتى الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي؟ الجمعيه العموميه هتكون يوم في 24 نوفمبر. ايوه بالظبط كده يا فندم. تمام. في فرانكفورت. والقانون بيقول ان بفتح قبليها فتره زمنيه معينه القانون. تمام كده، 60 يوم قبليها كل دوله ترشح واحد من عندها، وبعدين كل دوله ترشح واحد. ترشح واحد بس. ما ينفعش اثنين. لا واحد فقط. وما ينفعش واحد بس بترشح من دوله، فالدوله لما ترشح يبقى الدوله اللي بترشح اللي هي اللجنه الاولمبيه او بالظبط، مش كده؟ الدوله يعني الاتحاد الوطني يرشح، كل اتحاد وطني يرشح واحد. واحد ثم إيه ندخل معاك في افريقيا. طيب ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل يا فندم ان انا قبل ما افتح الترشيح فوجئت بالدول الافريقيه بتبعت لي جوابات، يعني ريكومنديشنز، يعني بيقولوا لو سمحت احنا عاوزينك تاني، فمن فضلك رشح نفسك. دول 7 دول من مجموع ال10 دول اللي من ضمنهم مصر. للاسف. مصر وجنوب افريقيا ده منافسنا التقليدي. مصر انا ما كنتش متصور انها طبعا يعني، لكن اللي حصل انه رئيس الاتحاد المصري رشح نفسه مكاني. قرر انه رشح نفسه. قرر انه رشح نفسه على مكاني. على سبيل بقى يا فندم؟ على سبيل يعني على سبيل يعني مش مثل هذه الامور، ان احنا في عرف مولود، بل يمكن نعتقد ان ايام الدكتور اللنزوري. أيوة. كان رئيسا. أيوة. للمجلس الاعلى للشباب والرياضه. بالظبط يا فندم. انا لان كنت عضو في مجلس الاعلى للشباب والرياضه، انا وقتها 19 وزير، كان في قرار ان اي منصب دولي لا يجب الحفاظ على المناصب الدوليه، ويجب يعني، ودي مساله معروفه من مش محتاجه يعني حتى. هو مش بس يا فندم معروفه، واللي حصل ان تقلصت المناصب الدوليه من 32 منصب الى 7 مناصب نتيجه للي بيحصل ده، ان بيتخانقوا مع بعض. افريقيا تقول لك لا ناخد دوله ده، خلاص ناخد دولة. الحقيقه من بعد هذا القرار رجعنا تاني حوالي 31 منصب دلوقتي، يعني كان قرار صائب وقرار كويس قوي، قرار معالي دولة الرئيس الجنزوري يعني. فعلا كان قرار صائب جدا، ولكن اللي انا فهمته من رئيس الاتحاد المصري انه قيل له او هكذا يقول من وزير الرياضة الحالي ان لا انت ممكن ما تتمسكش بالكلام ده، وده مش قانون، ده قرار وانت حر يعني فيه يعني. لا طب لا، حتى لو بقول الوزير، هو الوزير مصلحته ان مصري يبقى فيها منصب، ولا مصلحته ان رئيس الاتحاد ان هو اللي يمسك يعني؟ والله يا فندم الكلام ده نوقش مع معالي الوزير، انا عضو في مش في مجلس النواب، في كوميتي يعني اسمها يعني لجنه الشؤون الافريقيه في مجلس النواب. وده كان بمبادره الحقيقه من زميلي برضو اللي كان جه لعب معانا بعد كده ضم لينا بس اصغر مني شويه، احمد ناصر رئيس الاوكسا.
بينه وبين النائب المحترم حاتم باشات اللي هو رئيس لجنة الشؤون الأفريقية ومعنا بعض النادر السادة المحترمين انه يبقى فعشان نوحد جهودنا ونبقى كقوة ناعمة او كقوة أفريقية معاهم، واحنا بقى طبعا حافظين أفريقيا وحافظين بقى مين الرؤساء ومين السفراء والناس دول، نقدر نرجع أفريقيا تاني في حضن مصر ومصر يرجع لها الريادة تاني. فمعالي الوزير كنا مستضيفينه يوم 29/8 وعرضت عليه هذا الموضوع الحقيقه فانا فوجئت بمعالي الوزير بيقول لي طيب يا سامح بيه خلي الموضوع موضوعات شخصيه في الاخر. قلت له معالي الوزير ده مش موضوع شخصي، انا بتكلم على مصر، انا مش بتكلم على نفسي، انا بقول مصر هتفقد هذا المنصب. ليه بقول هذا كده؟ كنت بقوله من غير ما اعرف حاجه، لان في 7 دول مرشحاني، فلما يجوا لقوا احنا بنفرض عليهم حد تاني مفيش فايده. الغريب يا فندم انه بعديها بمفيش كام يوم لما شريف رشح نفسه قبل ما افتح الترشيحات بس كتبها على الفيسبوك، فوجئت بالدول الافريقيه بعتاله بتقول له احنا اخترنا وانتوا دوله واحده عاوز تفرض ارادتك علينا كلنا، واحنا عاوزين مستر سامح جماعي، احنا بندي لك 72 ساعه والجوابات دي موجوده معايا وبعت لسعادتك جزء منها. بتقول ايه الجوابات دي مثلا؟ بتقول بقى انك انت بندي لك يعني حضرتك اقرا لي اي جواب منهم. حاضر. هم عند سعادتك دول كانوا جوابات اللي جم بعد كده اللي هم للاسف كان لما شريف طلع رد على الجواب بتاعه رئيس الاتحاد المصري يا فندم، اللي هو رئيس الاتحاد المصري رئيس الاتحاد المصري خلينا في الاتحاد. طيب رئيس الاتحاد المصري قال لهم يا جماعه انتوا بتقولوا احنا عاوزينه بننتخبه عشان اعمال العماله والكلام ده، هو بالنسبه لي عمل لاوزي جوب، يعني اعمال حقيره لاوزي جوب، he did a lousy job. يعني هو كاتب هذا الكلام لهم بيشتمك يعني. بالظبط يا فندم. he did a lousy job. وبالتالي انا مش هنتخبوه. كمان عايز اقول لكم انه اللجنه الاولمبيه المصريه بتشجعني وبترشحني، ووزير الرياضه او وزاره الرياضه كمان is strongly backing مستر شريف العريان's nomination، يعني بتساند بقوه ترشيح السيد شريف العريان. او ليس ذلك تدخلا في لا طيب يعني هو كده يعني دلوقتي بقى موقف اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه بيساندوا هذا الموضوع. والله معالي الوزير انا رحت معايا من مجلس ادارتها ونائبها ومجلس ادارتها بيرشحوني كمان. يعني عندما يعلم وزير الشباب والرياضه المصري ان هناك 7 دول افريقيه كاتبه جوابات رسميه انا مرشحاك وانت مرشحها وهو بصوره مباشره او غير مباشره بايد حد تاني، يبقى بيفقد مركزه على علم بهذا الكلام مع سبق الاصرار والترصد، مصر بتفقد مركز كده. هو عرف الكلام ده؟ سيادتك عرفته الكلام ده؟ تسمح لي سعادتك ارد على الحته دي بقى بصراحه شويه. في جلسه مجلس النواب بتاريخ 29 كان في بعض النواب المحترمين موجودين مثل النائب مصطفى الجندي ومثل النائبه اظن المهندسه مي محمود، انا والله ما اعرفهم. اخذ ال7 ورقات في ايده كده وساب المكان وطلع له على البانل بتاعته وقال له يا معالي الوزير دول سبع دول من 10 ونقول من 9 لان من ضمنهم مصر مرشحينه، سيادتك تتحمل المسؤوليه لو هذا المنصب طار من مصر؟ قال له كده بالظبط. والنائبه مي قالت نفس الكلام الحقيقه المهندسه مي، فقال لهم بقى انا عايز اقول لكم حاجه والتدخل الحكومي وانا اقدر وما اقدرش. لما انا رحت له الوزاره بقى بعد ما جت من الدول دي بقى جوابات بتقول احنا هنرفض مصر رسمي وكاتب ان الوزير بيساندني رسمي لانه كان بيقول هذا الكلام، وانا قلت له يا معالي الوزير بيقول ان سيادتك في مجلس النواب، قال مش صحيح لا صديقي ولا اعرفه، قلت له اهو كاتب ويقول هذا الكلام. اول ما دخلت له وقبل ما اقول له هذا الكلام قال لي يا سامح بيه قبل متاسف قبل ما يوم جلسه النواب لما خلص كلامه فانا ماشي قلت خلاص الموضوع انتهى، فبسلم عليه بقول له طب يا ريت بس سيادتك تحدد لي موعد عشان كل ما بروح بيقولوا لي حاضر حاضر وفي اقرب فرصه. قال لي بتقول يا سامح بيه اعتبر الموضوع منتهي وانا اقدر اقف في سكه حاجه زي كده؟ فانا سكت. فوجئت بعد كده بترشيح الرئيس المصري نفسه. طيب. ولما رحت له تاني مره في الوزاره هم قوي طبعا، قال لي هو كاتب كده؟ قلت له قال لي لا سلم بقى الكلام ده ليه مديره مكتبي، وسلمت لها فعلا الاوراق دي كلها اللي بتثبت هذا الكلام وفيها الحته اللي بيقول ان انا الاتحاد اللجنه الاولمبيه بتساندني وكذلك الوزير. على اي حال عشان وقتنا خلص انما القضيه لم تنتهي بعد، وأتمنى أن السيد وزير الشباب والرياضة يضع مصلحة مصر فوق المصالح الصغيرة والبسيطة والكلام ده كله، وأتمنى أن الهاجس بتاعت أن أي حد سنه كبير ما ينفعش يمسك منصب أو قاعد في منصب كتير ما ينفعش يقعد، ده كلام الثورة ده عندنا احنا هنا يعني عشان لسه أفريقيا ما فيهاش الكلام ده، في 7 دول أفريقيا بترشح السيد سامح جماعي، لما يبقوا يعملوا هم ثورات هناك يمكن يبقوا يغيروا هذا الكلام.
فاتمنى ان تتحط يعني نحط مصر قبل 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 اي حاجه صغيره من اللي بنفكر فيها. اتمنى كلمه اخيره يا فندم. اضرب كلمه اخيره. انا متفق مع سعادتك تماما في هذا الكلام، ولكن عايز اقول حاجه. انا قلت له انا مستعد ارشحك واقف وراك عشان منصب مرشح مصر بشرط تثبت لي انك هتنجح. هات لي ان شاء الله نص الكلام اللي انا جبته وانا احاول ازق الباقي، لكن ما اقدرش ازق ده اكتر من كده. وانا فعلا مستعد يا فندم ان انا لو تاكدت انه فعلا هينجح في افريقيا انا هساعده، لان انا مش هممني، انا فعلا مش عاوز، وكفايه عليا كده. انا يهمني بس انها ما يروحش المنصب ده من مصر، ده كل اهتمامي وليس حاجه شخصيه يا فندم. شكرا سيد سامح، بشكر حضرتك جدا. بشكر حضراتكم، وهذا الموضوع للحديث بقيه في هذا الموضوع ان كان في العمر بقيه. تصبحوا على خير.